نلقاوك في الوقفة الاحتجاجية قدام سفارة مصر، لماذا تطالبون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه وقفة بالحق، أريد أن أقول لكل من يسمعنا، كل العالم، نعم للشرعية لا للانقلابات العسكرية. نحن نرضى بما أتت به الصنادير، ونريد أن نقول لكل من تخالفه عقله أو نفسه الخبيثة ليذهب إلى الانقلابات. حذاري سعودية.